يا الله يا الله يا هيبة الغيوم. ضحك وايد الحماد وابا عز وحصين كل الحقيقة لا جمعته ما تشوفون الا الزين باذن الله. اوهو رافتنج وعلى نهر ليدر. تفضل حبيبي احلى زوم على القرية. جميلة جميلة جدا بهالكامل. اجمل لما وجهت الكاميرا المنظر جميل استحق التصوير. شوف لا اله الا الله. صباح الخير يا طلة الصبح السعيد. جل شان اللي مصورك عما يصفون. انت نبذة معشر الانس والشي الفريد. ليش ما ادري لكن لله في خلقه شؤون. صباح يومنا السابع في الجميلة كشمير. صباحنا اليوم من وين؟ من عروس الجبال الكشميرية قرية بهلقام السياحية. أول ما حددنا الوجهة كشمير وبديت أبحث عن المواقع السياحية والأماكن الطبيعية، أول قرية عجبتني وخزنت اسمها عندي بالملاحظات قرية بهلقام السياحية. حياكم في عروس الجبال الكشميرية بهلقام. عينك على الأجواء على الألوان، واضح المطر تو واقف. البارح جماعة الخير يا رب بالله نمت من قوة المطر في فندق ريديسون، ثاني أجمل فندق في بهلقام. أمطار ورعود وبروق تخرع لا إله إلا الله. إلى الإفطار. اول ما قمنا ابو نمر يقولون عيال وين ابو نمر، قلت ما عليك انا قدامكم عندي ثقه كذا انك هنا بالمطعم. لا اسرائيل والله كيف الجو شو الجو مسيح. والله 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 قهوه مره مروق كنا على عمرك يعوي الذيب. او الافطار اليوم من بطوله البوري، خبز البوري. البوري جميل جدا، كنا نسويه قبل بس نسميه خبز عروق او شيء. وين تسوونه؟ نسويه عندنا قبل. والله؟ اي والله بالديره بالديره. طيب بوري ليش؟ يعني يضرب بوري؟ لا هو بوري على اساس انه ينتبه. عزيزي المتابع صدق او لا تصدق، الفنادق هنا الخمس نجوم، الفنادق اللي بالمواقع السياحيه المميزه اغلى بالاسعار من الفنادق في سويسرا وحتى في النرويج. اي نعم انا انصدمت بصراحه أسعار فنادق، يعني مثل فندق خيبر بقرية جول مرقس ترى سعر الغرفة حوالي 3000 ريال، فندقنا فيفانتا تاج اللي بالعاصمة سرينقر ترى خذيناه ب 1008 يوم طلعنا الغرف وصلت 3000 ريال. هذه غرفتنا هنا بريديسون اللي بجول مرقس اللي بسوري بهلقام سعر الغرفة 1200 ريال، وصراحة يعني الغرفة هذه سعرها بأوروبا أتوقع يمكن 500 ريال. ليش؟ لان اول شيء زحمه جدا فل، الفنادق قليله، واذا لقيت فندق الغرف به قليله فالاسعار صراحه مرتفعه بشكل غير طبيعي. فهذه حطها ببالك، كشمير الهنديه ترى الفنادق بقى غاليه جدا جدا بالذات بالمواسم السياحيه. فكره يا جماعه الخير، ترى من نزلنا بكشمير ما شفنا اي خليجي ولا اي عربي، فهذه غريبه شوي، لكن يبدو ان العرب والخليجيين يتخوفون من زيارة كشمير. الشيء الثاني المهم جدا واكثر شيء تسألوني عنه، هل كشمير مناسبة للعوائل ولا لا؟ انتم لو لاحظتوا بتصوير ان اغلب المواقع السياحية مليئة بالعوائل والاطفال، لكن العوائل الخليجية يهمهم الملاهي، الالعاب، المولات، الطرق المريحة، السيارات الوسيعة. هالاشياء هذه غير موجودة بكشمير. فاقدر اقول نوعا ما كشمير غير مناسبة للعوائل. إذا كشمير ليش تمدحونه وحلوة ومستانسين ومستمتعين؟ لأنها جدا مناسبة للشباب وكذلك مناسبة جدا للمصورين. طبعا الخيول في كشمير بكل مكان، وين ما رحت بتلقاها، بس باقي يستقبلونك بالمطار على خير. الله الله على المناظر على الطريق مع اختيارات نياز. حرفيا بهلقام ارض الانهار، وين ما رحت بتلقى نهر،
ما يحتاج تروح بعيد، جنبك يمينك يسارك. لا إله إلا الله. أنا داري إن التحفة هالقرية، لذلك سميتها عروس الجبال الكشميرية، قرية بهالقار. النصيحة وشي؟ إذا جيت هنا لازم تجلس يومين إلى 3 أيام بالكثير. ليش؟ لأن المشوار طويل من العاصمة سرينقر إلى قرية بهالقام السياحية. يومين 3 أيام تستاهل بهالقام. سبحان الله يا ترف الطبيعة. ألوان الأشجار، مسطحاتها الخضراء، النهار، الثلوج، الجبال، كل شيء يا جماعة تتخيلوا موجود هنا. مكان واحد. لا إله إلا الله. معلم شاورما بالدمام. شاورما دجاج، مشويات مالهم. ما شاء الله. مشويات مالهم. استانس يا مدير اللي من السعودية. بس أنا الشغل أول دمام. الحين هنا وش سوي شغل؟ أنا الشغل بس هذا. بيع شالات. بيع شالات، شريت شال. والله بنمر. والله. الله يا الله، الطبيعة الخضراء بلغتها الكشميرية تتحدث. شوف شلون جبال الهيمالايا تروج على مدار العام. وأول مكان نزوره في قرية بهالقام حديقة بيتاب فالي، تذكرة الدخول 5 ريال، مكان مرتب كذا على النهر. يا ساتر، بغينا نقشعه. واللي ما يقدر على المشي شوفوا عندهم هالعربيات، هذه تصنيع كذا محلي والله فكرة. الله 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 الله، أبشر والله بحديقة على مستوى ما شاء الله تبارك الله. أنهار، بحيرات، غابات، جبال، ثلوج، يعني مكان وبهالقام ومختار ونياز وش بيكون؟ أكيد بيصير مكان تحفة. يا ما شاء الله تبارك الله، الأجواء خيالية يا جماعة. كيف الاستمتاع؟ نسيت أنا مركب مايك يمكن ما يطلع صوتك. كم درجة الحرارة أبو عبد الله تدري؟ كم؟ واحد. والله صدق؟ والله تقذفها. اي دفع، انت لابس الكبت كله اكيد دفع. برد عبد الله واحد. المكان بصراحه يخليك تفنن بزاويه التصوير. ترايبود منشبه مع خالد بديع. خوي بلاش، لازم تكد خويك. ليش هالتجمع؟ متجمعين على تيس البشمينه. هذا ترى صوفه اغلى حتى من الترمه. ونمر يتحمس مع هالسواليف. هذا البشمينه طال عمرك؟ هذا ما جزوه الى الحين. للحين ما جزوه، هذا نجزوه ان شاء الله. اي والله نجزوه. شكنم. جماعه الخير تشوفون شلون الاجواء؟ شيء خيال، لا اله الا الله. لا الحديقه فعلا تستاهل الزياره. تبي تبدع بالتصوير هنا. يا الله يا الله. المنظر عقب ما وقف المطر، شيل الألوان، شيء خيال. أنا ما أستخدم فلاتر يا جماعة تصوير فيديو إلا إذا صورت وجهي، طبيعة ما داني أصور فلاتر. ونمر يا والله يا أخي المكان خيالي يا أخي، حس المغامرة عندك جبار. الجو خرافي، شيء لا إله إلا الله. سميتهم شوي ترف الطبيعة. تحس إنه ترفة كذا، ترفة الطبيعة مو ترفة، شيء لا إله متكاملة إلا الله. قسم بالله المناظر. اي والله معلش ابو عبد الله، معلش. بعض الوقوف احيانا وقفات شجره قاعد رابع استهلت علينا، وبعض الوقوف وقوف ما فيه ثمره، لا سال من مثله ولا عنه سبيل، عالف عن التبجيل عند المقبره. يا الله يا الله يا هيبة الغيوم، تحت رؤية المجد رضا عز وحصين، كل الحقيقة لا جمعته تنثرة نسمة هوى من ساس جدانه يهيل. شو سوى ها ابو عبد الله؟ ها ابو نمر وجهك هنا شوف كيف الرطرط. عز الله انه رطرط. انا متجود، انا وخذت والله، انا اموري طيبة.
انت اللي قعدت بكاشخ كاشخ القصير يعني. هذا اللي يطيح بالبراندات. هذا مضيع عودنا يا رب. يوه عزم الله اخذنا يا رب. سبحان الله قبل ما تمطر هالكشك هذا فاضي. عقب هالامطار عقب ما استهلت البدو والناس عنده زبنوه وصاروا يطلبون. ارزاق. لابدين هنا ابو ابو يتروق قال لي يتروق لازم اروح ابدل والله وخذ نمر لا تنوجع شوف انت لا لا ورانا رحلات ورانا شغل انا عارف نفسي بس بر طال عمرك صد ولد اول ما ارجع البيت خمس ايام يا خالد طالب طالب والله ينيز لا لا انا مرتاح انا ابى اصور بير لوكينج نوت ا فيس عندك يجي زي كذا انا زنين اكنج سكا به لا اله الا الله. الناس كلها منحاشه ودورون مظلات مظلات كلهم فل اصلا. إيه الامام معه جاكيت مطر الامام معه مظله يتورط. توقف الامطار خلنا نمشي راح الوقت. شوف هنا مكان ثاني في قريه بهلقام. رط رط عاد اليوم قلت بطير الطياره لو يصادرون كيما سبحان الله استهلت. هي تعقف الله الحلا المطر يونس يوسع الصدر بس لا التصوير لا. اما الحديقه هذه بصراحه ممتعه نظيفه مرتبه وجدا جميله حاطه القمم الثلجية من كل مكان. اللي بيصل هنا إلى بهالقم ضروري يزور هالحديقة. رجعنا لفندقنا الشباب يغيرون ملابسهم تارطش ثيابها. الله الله من يتذكر الفيلم الكرتوني نيلز. هذا صديق نيلز. هيا يا نيلز. ما اتذكر نيلز الا اللي متعدي من 40 الحين. شوفوا جمال وروعه طبيعه قريه بهلقام. يا الله الانهار الاشجار الغابات المسطحات الخضراء بكل مكان. تفضل حبيبي احلى زوم على القريه. جميله جميله جدا بهالقام اجمل القرى كشميه. اكيد توفقنا بالجو الحلو. يا ما شاء الله يا ما شاء الله تبارك الله. غيوم ابشر بهم خير واجد. طلب تجي ايش تبي بس؟ تراني واقف بمكان واحد يا الله. وين ما وجهت الكاميرا المنظر جميل استحق التصوير. يا ابو نمر نزلنا. اي والله مفيضتنا الدنيا هناك. هذه شيلتك هذه نزلنا ما تصلح ما تصلح ما تجي هنا. اي والله هنا نزلنا وسط ما ادري وش بس انه وسط شيء مو موجود يعني. وغدانا وين؟ بهالفندق باذن الله، هذا الله يسلمكم يعتبر من افضل الفنادق، طبعا خمس نجوم، في قريه بهلقام الكشميريه. ما لقينا ابو غرف لكن نبي نتغدى ابو. ما سكننا ابو لكن نتغدى ابو. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يا اخي اخلاق الكشميريين شفتوا شلون؟ ترحيبهم الله يبيض وجيههم. ابو نمر هلا والله. ابو نمر ما شاء الله عليك بكشمير كشميري بتركيا تركي بسعوديه سعودي وانت ماشي يا حبيب سوريا سوري بالله وانت متعدد الجنسيات. انا نروح كرواتيا اصير صربي عادي. وش دخل كرواتيا بصربي؟ ايش دراني يا ولدي احس انه جنب بعض.
ولو سألتوني عن أفضل خيارات السكن في قرية بهلقام بقول كالفندق هذا 5 نجوم، لكن مشكلته دائم مزحوم. إذا الريدسون ب1200 ريال وهو 4 نجوم ومساحة الغرفة صغيرة، أجل هذا بكم بيطلع؟ أي والله أعيد وأكرر، ترى الفنادق الفخمة والنظيفة ال5 نجوم ترى غالية جدا في كشمير. هذا مشينا الإطلال حبيبي، فنادق ما فنادق. إيه هذا الشغل، الله 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 الله، يا هي حديقة، يا هي جلسات وطاولات، يا هي أشجار وغابات. أوه متخيلين هذا آخر يوم لنا بكشمير؟ يودعي يا أخي، ما أدري منقر والله منقر. شوف 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 شيء 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 مرتب يا جماعة، والله مرتب. نشوف إطلالة هالكراسي والمظلة. زي ما قلت لك بأي مكان تجي بتلقى نهر، لا تشيل هم الأنهار هنا. كيف؟ هلا هلا والله بنيس، كيف؟ لا فضل. تسأل، أنا قلت لك كل يوم أفضل من الذي قبل. الحمد لله ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاه خير أنت والشيخ أبي. اليوم كشميري 100% اليوم عشان البرد. ها يا هلا بالشيخ. طبعا نياز ما شاء الله تبارك الله عنده أكبر مصنع للصوف الكشميري في كشمير، وكذلك خطيب جمعة وإمام مسجد. الله يوفقنا وياك، ثبتنا وياك على الخير والطاعة. حياك الله. أما لو سألتوني عن أكثر صوت بتسمعه بهالقام، بالتأكيد صوت الأنهار وصوت هالبلابل والعصافير. يا عيني يا عيني، الله عليك يا نياز، حتى الطاولة كذا مختارة مطلة. الله يوفقك ويسعد زينهم ويسعدنا. باختصار جماعة الخير، المطاعم اللي بالفنادق الفخمة ال5 نجوم وال4 نجوم لا تعده صراحة، أكل شهي ولذيذ، والأسعار يعني مثل الفندق اللي احنا بوه الحين، النفر 100 ريال ترى 5 نجوم، يعني في أقل منه وأرخص. أيوة أيوة أيوة، بهالطبيعة الخلابة وهالمكان الجميل، هذه ملاهي وألعاب للأطفال، وبجنبهم فندق بعد، يعني اللي بيزور بهالقام مع أطفال وعائلة أكيد هالمكان هذا لا يفوت. يا الله يا الله، هلا يا جماعة، بهالقام تفوز في كشمير، عروس الجبال الكشميرية. شوف المنظر شلون، ما أدري يعني، بس لو سألتوني عن هالقطعة اللي قدامي صراحة قطعة نمساوية. أنا زي المكان زي كذا، قريب من فيلاخ جنوب النمسا. يا إلهي يا إلهي، عذرا عذرا كشمير ما أعطيت حقك. اي والله تخيلوا اللقطات هذه الأخيرة في كشمير. اي والله بعت المسافرين. يا شن العجلة. اي والله بدك بهالمواقع هذه تروق وتريح، اقل شيء 10 12 يوم، ديرة تستاهل اكثر. والله يا الفندق هذا بصراحة عليه موقع وعليه اطلالة وجلسات، شفت عيونكم يا جماعة الخير، واطلالة مباشرة على النهر. لازم نحط اسمه هذا، عاد شيكوا عليه، ما ادري زين ما هو زين، اما الموقع على مسؤوليتي انا، موقعه خرافي. شوف شلون اطلالة بس، يا الله يا الله. بما ان الاطلالة على نهر ليدر، خذ المعلومة المهمة. جماعة الخير، الحرب بين الهند وباكستان لها اسباب كثيرة. من أهم الأسباب اللي تخلي الباكستانيين حريصين جداً على كشمير، 3 أنهار رئيسية تغذي الأراضي الباكستانية كلها تنبع من وين؟ من هنا، من جبال كشمير، نهر السند ونهر جهلم، والنهر هذا نهر ليدر. كل الناس لابدين بالفندق إلا أنا، وين أدخل داخل؟ مطر ولا ما هو مطر؟ هذا الوناسة على وغميض تسيا كشمير. إي والله والله اني قايل لابو نمر لا نحجز عوده،
بس طارت علينا فكرة يمكن تعجبكم أكثر. أتوقع بتجوزكم أكثر لأنها مناسبة جدا للعوائل للشباب لكل أحد. يلا الخيرة. حلو كاد ما تشوفون إلا الزين بإذن الله. أوهو رافتنج وعلى نهر ليدر. هلا استمتعين. مو تعرفتن يا جماعة لكم والله وضعنا ما أظهر رقبة هذا العلية والبرد الموت هنا. جميلة جميلة يا بهالقام. هلا وأهنيهم رافتن نهر ليدر والدنيا مطر. وش بقيتون أنا من الاستمتاع. قردهم وقردهم. سكابة لا إله إلا الله. عشان بس تدرون إن ما نبالغ طناخة الرجال طناخة خرق. تخيلوا جايبنا حلاق من العاصمة سرينقر ساعتين ونص أو ثلاث ساعات في السيارة عشان يضبطنا قبل ما يسافر. أوه يوم أبنو خرع سأسوي يجي الحايل تفرق تبدي حالة جيده الحايل. قولوا نعيما. عش رايكم بالتحليقة؟ والله يا الحلاق يا جماعة الخير جلدا جلد جلد البشرة جلد. متخيلين عاد أحسن حلاق مر علي بحياتي والله العظيم. يا اخي يستخدم مواد غريبة يعني ما ادري. لا وبعد ما طعت بكل شيء طفشت مليت خلاص طال الوقت قلت يكفي. يا اخي يحط شيء اشياء عنده مواد يستخدمه بشرتي معاه ما هي بشرتي. اي والله ما هو واضح. ها يا بعد روحي يا عساكم انبسطتوا بكشمير. كيف كانت بالله التغطية؟ شوفوا انا ما اخفيكم انا متعود على الطبيعة وزي كذا وحبه وما امل منها. لكن الأمانة بكون معكم صادق نياز وربعه والله إنهم لحالهم رحلة ولحالهم متعة. هي والله العظيم الله يوفقهم يجزاهم خير وكثر خيرهم يا حي يا قيوم. حسب خبرتي الثلجية الثلوج اللي فوق مع الأشجار كذا الشكل واضح إنه توه نازل من الثلج جديد. لا إله إلا الله. الله يا هي مناظر كل شوي غير إن هالجو هالغيوم والإضاءة نعطيك منظر جديد بس بدك تصور. لا إله إلا الله. وهالمناظر اللي تشوفون من فندق ريدسون يعتبر ثاني أفضل خيار للسكن في قرية بهالقام الكشميرية.